صحيح، وكيف يمكن مواجهة هذه التغيرات المناخية في الفترة المقبلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام. في البداية أشكر حضرتك على المداخلة أستاذ محمود مصطفى بكري الإعلامي الكبير، وشكرا لقناة القناة وكل القائمين عليها. في البداية بنعزي أنفسك والشعب الليبي والشعب المغربي على ضحايا الفيضانات والزلازل. في البداية لازم نعرف العلاقة بين عناصر المناخ بالأعاصير والسبب الرئيس اللي خلى طبعا هذا الإعصار يتقدم بقوة باتجاه من الغرب إلى الشرق، بداية بسرعة 80 كيلومتر في الساعة إلى أن انتهى إلى الأراضي المصرية بسرعة ما يقرب من 30 كيلومتر في الساعة. طبعا الطبيعة وأخطارها بتحكم فيها عوامل طبيعية وأسباب فيزيائية لابد التعرف عليها علشان نعرف إيه السبب، ما هي العلاقة بين عناصر المناخ هذه وبين الحركات التكتونية اللي هي تكتونيك موف أو الحركات الباطنية، وما علاقة الحركات الباطنية ما يسمى بالزلازل والبراكين اللي هي الحركات السريعة، وما يسمى بالانكسارات والالتواءات، وعلاقتها بما حدث في المناخ وعناصر المناخ المختلفة. المناخ طبعا كما نعلم جميعا بيكون من عدة عناصر بداية كده، وكل عنصر بيسلم تاني. أول عنصر الحرارة، وهي السبب في كل تحرك عناصر المناخ تجاه بعضها البعض، العنصر الأول والرئيس اللي هي الحرارة. وبعد الحرارة، الحرارة بتسبب الضغط، سواء ضغط جوي منخفض أو ضغط جوي مرتفع، والضغط بيجذب الرياح، والرياح بتأتي بالأمطار بأنواعها الثلاثة، سواء كان نوع المطر الإعصاري اللي احنا بنعاني منه الآن في درنة أو في ليبيا، أو المطر التضاريسي أو المطر التصاعدي، في ثلاث أنواع بتوع الأمطار. السبب الأساسي في جذبها هو بداية الحرارة، ثم الضغط، ثم الرياح، ثم سقوط الأمطار لو عدت على مسطح مائي مثل أرض المتوسط أو حوض البحر المتوسط. فكل هذه العناصر مع بعضها وتشابكها مع بعضها، وبسبب وجود حوض البحر المتوسط في منطقة تكتونية أو منطقة الزلازل في العالم، وحوض البحر المتوسط بداية من الصين، شرق الصين اللي كان بحر قديم اسمه بارتيسس، وإلى تركيا وإيران وأفغانستان والهند وكل المناطق كلها، ووسط وجنوب أوروبا وشمال أفريقيا، حتى منطقة بلاد اللي هو الأندلس أو أسبانيا والبرتغال، كل هذه المناطق مناطق رعف جيولوجي، لأن هذه المنطقة كانت في الأول بتفصل بين القارة الشمالية اللي هي روسيا والقارة الجنوبية جوانالاند، أصبحت مناطق ضعف. ومناطق الضعف هذه يا فندم هي مناطق الزلازل، ولأنها مناطق ضعف تحولت إلى كتل، عدة كتل كسرت وانفصلت عن بعضها البعض. وهذه الكتل حسب طبعا نظرية اسمها الألواح التكتونية لا زالت تتحرك تجاه بعضها البعض الآخر. وممكن تتحرك كتلة تجاه كتلة ثانية ولكن السرعات مختلفة. فمثلا الكتلة الأوروبية اللي بنسميها الكتلة البلطية القديمة تتحرك ناحية كتلة إفريقيا اللي هي جندوانا لاند، ولكن كتلة أوروبا تتحرك بسرعة ناحية كتلة إفريقيا. وبينهما البحر المتوسط، وهو في المنطقة الجغرافي أو الجيولوجي بيسمى، يعتقد أنه هو أو يسمى بحيرة مغلقة أكثر منه بحر كبير جدا، لأنه يتصل بالمحيط بالمضيق ضيق اللي هو مضيق جبل طارق اللي بيسمح بوجود الأعاصير اللي هي تدخل من المتوسط المتوسط. والدليل على كده تحرك الكتلتين دول كان سبب كبير جدا في وجود بعض الأعاصير. بمعنى إيه؟ إن ممكن الكتلة الشمالية تحرك ناحية الكتلة الجنوبية وبالشكل اللي هو المحدد لها السرعة بتاعتها حسب الطبيعة الأرضية، ينتج عنها في بعض الأحيان ما يسمى بالتسونامي. والتسونامي كما حدث عند جزر اليابان ممكن أن تصل سرعة الرياح أو سرعة الأمواج فيه إلى 700 كيلومتر في الساعة، لكن هو لم يحدث حتى الآن هذه السرعة الكبيرة جدا الموجودة في البحر المتوسط. ولكن أنا بطبيعتي كجيولوجي أو جيومورفولوجي وده الحاجة اللي أنا عايز أتكلم عليها، أربط هذه الحركات التكتونية بما حدث بزلزال المغرب ويعقبه مباشرة ما حدث بالأعاصير الموجودة في ليبيا أو جنوب أوروبا. طيب لو احنا جينا لسبب الكارثة بقى او التغير اللي حصل والتغير المناخي وعلاقته ايه بهذه الاعاصير،
باختصار شديد جدا، وادي زلمة طبعا ايه اسباب الكارثة اللي حدثت في هذا الوادي؟ ومش هطول كتير علشان وقت البرنامج لو حضرتك تسمح لي. طول وادي زلمة طبعا احنا بنطلق عليه اسم وادي، لكن الوادي هنا ليس الوادي فقط ولكنه حوض وادي زلمة، والحوض يختلف عن الوادي، الوادي جزء من الحوض، الحوض هو جميع المناطق التي تأتي منها مياه النهر ورواسبه وجميع المناطق التي تذهب إليها مياه النهر ورواسبه، فهذا الحوض كبير جدا. لا البعض يعتقد أنه مجرى المية بس، لا لا لا، الحوض السبب الأساسي في الكارثة، وهو أطوال الحوض والمساحات الحوضية بتاعته. فطول حوض وادي درنة ده بيبلغ 60 كيلومتر من منبعه لمصبه، من منبعه في الجبل الأخضر لمصبه في البحر المتوسط. وعلى فكرة أنا كنت موجود في ليبيا وعملت دراسات على الجبل الأخضر، كله دراسات جيولوجية جيومورفولوجية مناخية، وعملت بحث إزاي إن احنا نتقي خطر السيل أو خطر الفيضانات في مثل هذه الأودية، لأن الأودية هناك تنحدر بانحدار شديد صحيح. جدا ثوب البحر المتوسط، وده اللي سبب الكارثة الكبيرة. فمساحة حوض وادي درنة ده تبلغ 575 كيلومتر مربع، ودي مساحة كبيرة جدا، وتكرار الفيضان نتيجة مرور الوادي داخل المدينة، والكارثة جت من هنا ان الوادي بيمر وسط المدينة نفسها. صحيح. دراسات في فترة الستينيات طلبت بضرورة إقامة سدود للحماية من خاطر الفيضان، لان المنطقة تعرضت لفيضانات كثيرة متوالية. في السبعينيات يا فندم قامت شركة يوغوسلافية ببناء سدين ركاميين. يعني ايه سد ركامي؟ قلب السد من الطين وجوانب السد من الحجر والصخور. سد اسمه سد البلاد، ويبعد هذا السد مسافة 1 كيلومتر من جنوب قلب المدينة، مدينة درنة. ساعته التخزينية 1.5 مليون كيلومتر، مليون متر مكعب. متر مكعب. نعم. وبعدين السد الثاني يا فندم اسمه سد أبو منصور، بيبعد حوالي 13 كيلومتر جنوب السد السابق. الساعة التخزينية بتاعته 22.5 مليون متر مكعب. يعني معنى كده ان السد ده هيأمن المدينه من اي خطر يحدث اليها. لكن سد المدينه حمت المدينه منذ اكثر من 60 سنه حمتها، ولكن حدث طبعا انذار مبكر لنا ان حدث فيضانات وكان نتيجتها خطوره كبيره جدا. كان يجب ينتبه المسؤولين في الفتره ديت لخطوره الفيضان والسيول اللي تعرض لها المنطقه. ففي فيضان حدث سنه 1941 تسبب في خسائر كبيره جدا للجيش الالماني اللي كان موجود في الوقت ده، وايضا فيضان 1956، وفيضان كارثي، وده كان اكبر فيضان كارثي قبل الفيضان اللي حدث الاسبوع اللي فات ده سنه 1959، كان فيضان خطير جدا واقول لك على دلوقتي نتائجه، وفيضان 1968، وفيضان 1986. لكن بيظل فيضان 1959 هو اكثر واعنف فيضان حدث قبل فيضان سبتمبر اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو 2023. طب دكتور عبد الله، بالنسبه لمصر، مصر هل هي معرضه لمثل هذه الاعاصير في الفتره؟ طبعا، لان مصر في حوض البحر المتوسط، ووارد جدا ان الاعصار يتحرك نتيجه طبعا وجود الضغط المنخفض على اليابس خصوصا في درجه الحراره العاليه، فتاتي الرياح سريعه جدا من البحر المتوسط اللي هو مصدر الرياح، والرياح اللي بنسميها الغربيه العكسيه الاتيه من المحيط الاطلنطي، وتعبر الاراضي اللي هي الجزائريه والمغربيه والتونسيه والليبيه، ثم تاتي الينا. بس احنا ما حصلش عندنا الفيضان ده، لان دول بيمتصوا او دول الجبهه الاولى بتاعتهم. يعني هو بيجي بياخد سرعته من بدايه بلاد المغرب، يفضل ماشي ببطء الى ان يصل الى الاراضي المصريه كما حدث من يومين، وبيصل بيفقد القوه بتاعته، ولكن ممكن يتعدى الكلام ده ويصل الى مثلا شمال سيناء، ثم يعبر الى الجزيره شبه الجزيره العربيه. ده ممكن يحدث هذا الفيضان، بس يعني مش هتبقى بالخطوره اللي حدثت في بلاد المغرب العربي. طيب حضرتك، ايه اسباب خسائر الفيضان بتاع 2023 لو سمحت لي بعجاله سريعه؟ اتفضل. اول حاجه يا فندم عدم صيانه السدود. ليه عدم صيانه السدود؟ كميات الامطار اللي سقطت في اقل من 24 ساعه، ودي الخطوره، تجاوزت في حوض تجمع الوادي 200 مليمتر. هذا يعني ببساطة ايه بقى؟ ان حوض التجمع استقبل ما يزيد عن 115 مليون متر مكعب من المياه لا يتحملها سد درنة بأي حال من الأحوال. مستحيل يتحمل، لأن السد ملوش صيانة وأهملوه.
وجود السدود خلال الخمسين سنة السابقة جعل الناس تطمن تماما، وفي اللي هو ايه طمنوا ان الناس والمسؤولين يسحفون بالمباني والطرق والمنشآت على جوانب الوادي، ودي الخطورة. يعني قال لك ده مفيش، ما هو يا فندم ما درسوش تاريخ السيول. تاريخ السيول ده مهم جدا والفيضانات، لما ادرسه هعرف اكبر كل حدث قد ايه وعلى اساسه اقيم المنشاه او الطريق اللي انا هعمله، خاصه احتواء جوانب الوادي. الوادي نعم. نفسه يا فندم بتركب من صخور اسمها الليمستون اللي هي الصخور الجيريه، وصخور اسمها الساندستون الصخور الرمليه، وتكوينات جيولوجيه ساعدت على هذه الانهيارات. ليه التكوينات اللي هو الاستراكشر او تركيب الصخور يا فندم عباره عن شقوق وفواصل كتيرة جدا نتيجة تكسر الحجر الجيري وتكسر الحجر الرملي اللي هو الموجود، ولكن الحجر الجيري بكسر كبيرة جدا. الشقوق الفواصل دي لما تتشبع بالمياه بتؤدي إلى حاجة اسمها الانزلاقات والتساقط والانهيارات وزحف المفتتات، وده ما حدث في المنطقة. إيه الأخطر يا فندم بقى؟ الأخطر تراكم الرواسب والمفتتات خلف السد بكميات كبيرة ولم تطهر من قبل. يعني ورا السد اللي حدث ده الانهيار ان في مفتتات مختلفه الشكل والحجم ورواسب كتيره جدا. الامر اللي ادى الى ايه؟ الى اعاقه تدفق المياه بحريه. يعني المياه جايه تتحرك، لا اتراكمت ورا، فتراكم المياه وثقل الحجم بتاعها والوزن بتاعها ساعد على الانهيارات. بالاضافه لايه كمان؟ المياه اللي جايه من اللي هي روافد، اللي هي روافد بتاعه الوادي اللي هو المساحه الكبيره اللي قلنا عليها، مليئه بالمياه وكميات مختلفه الشكل والحجم من الرواسب اللي قلنا عليها، جعل جسم السد لا يتحمل كل هذا الكم فيؤدي الى انهياره. على فكره بالمناسبه هذا ما سيحدث سد النهضه. سد النهضه ان اجلا ام عاجلا سينهار. ليه؟ لانه على حافه هضبه اثيوبيا وياتي من منابع عاليه جدا، وكم الرواسب خلف سد النهضه بيزيد يوم عن يوم. وفي يوم يعني الايام يعني الكلام اللي بيتقال على ان السد يمكن ان ينهار في اي لحظه كلام صحيح يا دكتور؟ ايوه يا فندم. ما هو كم الرواسب الهائل. هل تدرك اثيوبيا هذا الكلام؟ بيدركه، بس عمليه عندي بقى وتغذيه من الدول الثانيه يعني، لكن الضحايا ستكون مدن باكملها تضيع طبعاً. وايضا السد العالي طبعا هتكون الضحايا كبيره جدا جدا، لذلك لازم هذا الخطر نعرفه. كم الرواسب الكبيره جدا خلف سد النهضه اكبر بكثير من سد درنا. سد درنا ده لا يعني شيء لسد النهضه. سد النهضه بيجي من مناطق مرتفعه شديده الانهضار، اكثر من 4000 متر فوق مستوى سطح البحر، وانهضارات شديده جدا، وكم الرواسب الهائله الجرانيتيه اللي هي موجوده والصخور والتدفق كل هذا تراكم خلف السد. وعلى فكره المياه اللي في البحيره هتسبب زلازل، لان الزلازل بتحدث نتيجه الضغط على المناطق، فالبحيره بتاعت السد بتاعت النهضه دي في يوم من الايام لازم يحدث زلزال، لان هذه المنطقه منطقه فوالق او صدوع وشقوق فواصل كثيره جدا، لانها من مناطق برضو الاقدود الافريقي اللي هو بيمثل وزلزال يعني قد يؤدي ايضا الى انهيار السد. مؤكد ان في يوم من الايام هيحدث هذا، فاحنا طبعا لكن النتائج يا فندم هتكون كارثيه تماما. طيب هذه الرواسب اللي ورا سد ترنا ساعدت على انهيارات مما نتج عنه الكوارث السابقه. ايه اللي حدث؟ تغير اللاندسكيب الارضي لمدينه درنا كلها، احياء باكملها بقت في البحر. الامر اللي ادى الى ايه؟ الوادي كان مجراه ضيق مثلا، اصبح واسع جدا، ضم شوارع كثيره جدا من المدينه وسيول جارفه وجرف المنشات على جانبي الوادي، امر ادى الى كشف اللي هو بنيه الارض نفسها. لا ايه الخطوره مصطفى بيه؟ الخطوره ان لو جه فيضان صغير بعد كده، ده فيضان كبير، لو جه فيضان صغير بعد كده هيؤدي الى هلاك المدينه باكملها، حتى لو صغير مش كبير. ليه؟ لان اصبحت المدينه مكشوفه، ما فيش سد بيحميها، ولو فيضان حدث لا قدر الله خلال الايام الجايه ديت بسبب الاعصار ممكن يؤدي الى كارثه لا قدر الله لا يحمد عقباها. شكرا ليك دكتور عبد الله علام استاذ الجيولوجيا بجامعه كفر الشيخ، شكرا ليك على هذه المعلومات المهمة وهذه التحذيرات.